السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى. طبعا هنا عندنا مشكلة، أنه مفروض يكون فورم كنترول، أنا كاتب فروم. أدري واحد بيكم قال لي لازم مفروض تكتب فورم، أدري سمعت بس شنو أني ما انتبهت. خلونا نعمل ريفرش. أوكي، شكله اتغير بس لازال هذا ما يعجبني شكله. زين، شنو الأشياء الأخرى ممكن إحنا نكون ناسيها؟ form control، placeholder. زين، إحنا ممكن نعمل شيء آخر، ناخذ هذا الفورم منا مثلا ونضعها بعد ال UL، بعد ال UL، أي بمعنى بعد هاي الكتابات آخر شيء. أوكي، هنا Login and Register. أوكي، لازم إحنا عاملين خطأ. جماعة CSS أفيدوني رجاء. زين، أول شغلة إحنا سوينا Form Class، Navbar Form Navbar نافبار فورم نافبار للرايت، الميثود مالته كان post action. اوكي، هذا هنا الديف كلاس، هذا ايضا فورم جروب، هذا ايضا فورم جروب. خلينا نعمل ريفرش مرة اخرى. واو، يس، وهذا اللي نبحث عنه. لاحظ هنا اليوزر نيم، هنا الباسورد، وهنا اللوجن. طبعا اذا شلت الاسماء لاحظ يظهر لك يوزر نيم، يظهر لك كلمه باسورد بالخفيف. اليوزر نيم الخفيف والباسورد بالخفيف لو نجي ندقق عليها، لاحظ هو هذا بليس هولدر. اوكي، هذا معناته بليس هولدر، هاي الفكره مالته، اللي يظهر يوزر نيم اند باسورد، وهنا اللوجن وهنا الريجستر. جيد، معناته انت بس تاكد من كلمه الفورم، لأن هي مشابهة جدا للفروم، فهذا ممكن يعمل لك مشاكل. هذا كل ما في الموضوع. جميل، يبقى شيء آخر. شنو الشغلات اللي ممكن أني أعملها؟ مثلا لاحظ هنا أنا عندك لوجن، منها أيضا تقدر تدخل للوجن، صح؟ نرجع، مفروض هذا اللوجن احنا ما نحتاجه، يعني لوجن واحد كافي، صح؟ يعني هذا ما دام وضعناها في ال ناف بار، هذا اللوجن ما احتاجه اني، يعني ما يصير اثنين لوجن، صح؟ حيعتبر باج او خطا في الديزاين. حتى الغيها احتاج شيء. هنا هذا كان الفورم، هذا كان اللوجن، صح؟ وهذا عائد للوجن. هذا اللي عائد للوجن انا ممكن امسحه، او ممكن اعمل له كومنت. اوكي، كومنت، خلينا نعمل كومنت. اوكي، هذا الكومنت ما يكون بهذا الشكل، اللي يكون بهذا الشكل، لان احنا بدنا نتعامل مع ال HTML. اوكي، هذا الشيء ما انتبهتوا عليها، وهنا ننهيها. اوكي، هذا عملنا كومنت، وممكن تحذفها انت. اوكي، بس خلينا نشوف شو يصير. ريفرش، ذاتس ات، اللوجن اختفى، بقى عندك فقط ريجستر. جميل جدا، هيك يكون افضل، لانه ما معقول يكون اثنين لوجن في نفس الوقت. يكون لوجن واحد موجود هسه صفحتنا، اوكي ما بيها مشكله، لوجن موجود، يوزر نيم باسورد لوجن، وهنا أنا اذا تحب ريجستر. اوكي، زين، هاي اول خطوه احنا عملناها. الخطوه الاخرى اللي ممكن نعملها، ممكن نعمل شيء. طبعا احنا من نعمل لوجين المفروض ما يظهر الريجستر، صح؟ زين، في هذه الحالة أنا هنا لازم أغير شوية بالكود. لاحظ هنا، هنا عندي هذا الفورم اللي هو هذا الشكل، صح؟ اليوزر نيم والباسورد، جميل. لو أجي أبغى هنا الأثنتيكيشن، الأثنتيكيشن للوج أوت والريجستر موجودين،
هذا الاثنتيكيشن للوج اوت والريجستر if user request is authenticated. جميل. زين هنا أنا ما احتاج انه خلينا نعمل لوجين. اذا كان محمد طبعا اذا عملنا الاكشن ما راح ياخذ اي شيء لانه هو اللوجين فارغ. فاذا اجينا هنا أنا لوجين في اللوجين عملنا لوجين. اوكي لاحظ احنا حاليا عاملين لوجين اوكي والدليل لوج اوت ما في كلمه ريجستر لكن اللوجين موجوده مفروض انه اني امسح هذا الشيء يعني اللوجين مفروض ما موجود لانه انا عملت لوجين والدليل هذا اللوج اوت موجود هنا أنا. فكيف انه لازم هذا اخفيها يعني هذا ما يظهر في حد اذا انا كنت موجود يعني كنت عامل لوجين فهذا الشيء حتعملها طبعا راح اخذ هذا الاف حستعين بها اخذ اضعها قبل الفورم صح لانه احنا نريد نوقف الفورم فاضعها قبل الفورم هنا انا اطلب طبعا انا اذا اطلب مو انتو هنا اطلب من انه اقول له if request user is authenticated سوي هاي الشغله لا هذا اذا كانت authenticated اي بمعنى انه قام بالتسجيل لان لاحظ هنا أنا قام is authenticated أي بمعنى أنه قام بالتسجيل والدليل لاحظ عندك log out وregister عفوا عندك log out أوكي إذا قام بالتسجيل if قام بالتسجيل أعمل log out أو معناته كان مو authenticate فإذا تظهر له register أو login فهنا أنا لو أجي أفكر إذا في حالة أنه أنا أريد أظهر له هذا الفورم يظهر في حالة إذا كان مو authenticated إذن if not request user is authenticated بعد ذلك أجي بعد الفورم أجي هنا أنا فقط أضع ال end if صح؟ هاي هي الفكرة لأنه هنا هذا يظهر في حد إذا أنت كنت ما كنت يعني ما مو authenticated ما مسجل في الموقع فما معقول أني أظهرها ويا ال authenticated هذا authenticated يظهر لك اللوج أوت فهنا أنا if not request user is authenticated ففي هذه الحالة مفروض أعمل refresh that's it اختفى تلاحظ اختفى يظهر لك فقط اللوج اوت لو عملت لوج اوت راح يظهر لي اليوزر نيم والباسورد ويقول لي هنا أنا successful log out بايثون أرجع مرة أخرى لاحظ ده يظهر لي لو دخلت طبعا هذا ما راح يأخذ أي action لأنه اللوجين اللوجين لو نرجع نلاحظ الفورم هذا الأكشن مالته فارغ فما راح ياخذ اي اكشن لكن لو اجيت جربت مثل السابق يعني خلينا نقول سلاش لوجن وجيت عملت لوجن مفروض عندي هذا يختفي لاحظ اختفى لوج اوت يظهر من جديد مع ريجستر هاي هي الفكره انه احنا كيف نسيطر على هذا في حال اذا كان اوثنتيكيتد مسجل الشخص ما يحتاج انه يظهر مره اخرى اوكي خلونا نشوف الوقت So لهنا احنا راح نوقف الدرس ونكمل وياكم الدرس القادم مع السلامة